السلام عليكم واهلا وسهلا بكل متابعين القناه. حلقه النهارده باذن الله هقولك على فكره جميله جدا انا شخصيا اكتشفتها بالصدفه البحته. فكره هتوفر معاكي، مش بس هتوفر معاكي وقت ومجهود وكهرباء، لا كمان دي هتغنيك عن الدهمله والزروطه اللي بتعملها الحاجات اللي بتحتاج خفق بالمضرب الكهربائي. هقولك على فكره منجزه جدا، في اقل من دقيقه، في ثواني معدوده باذن الله هتخلصي وتنجزي الحاجه بتاعتك اللي بتستخدمي فيها المضرب الكهربائي، ايا كانت امكانياته بقى ضعيفة او امكانيات عالية. هنشوف مع بعض، مش هنفصل الفيديو، هنشوف مع بعض قد ايه هي منجزة وجميلة جدا. يلا مع بعض نخش على الفيديو ونشوف هنعمل ايه. فكرتي بمنتهى البساطة، وهي انا بستخدم جردل او حاجة غويطة وطويلة في نفس الوقت زي كده. انا شخصيا استخدمت الجردل لما اكتشفت الفكرة ديت، لما اكتشفت الميزة ديت كنت مستخدمة الجردل اللي هو دوت. مش عارفة بقى، تقريبا يعني الحاجة بتبقى عشان طويلة، والحاجة لما بتتحط، الحاجة لما بتبقى رفيعة بتبقى واخدة حيز قليل فبتبقى ملمومة. انا مش عارفة الصراحة، انا ما عنديش يعني تفسير مؤكد للموضوع دوت، بس المهم ان هو بينجز معانا. يعني انا ما اعرفش ايه السبب، بس المهم ان هو يعني هينجز معايا في الوقت. تمام، او ايا كانت، زي ما قلت لك من شويه، ايا كانت امكانيات المضرب بتاعك. انا شخصيا المضرب بتاعي اهوت، اللي هو من لونكس القديم قوي دوت، ده بتاع حماية اصلا رحمة الله عليه، مفيش اي امكانيات خالص، هي حتى سرعه واحده هينجز معايا على طول، وهو على قد حاله زي ما انتم شايفين كده. بس دقيقه واحده بس احط الفيشه. بعتذر معلش انا اسفه، اتخضيتوا؟ انا شخصيا مش اتخضيت، انا اتخرعت. طيب نخش على الفيديو بقى. اخد بس نفسي الاول. انا عندي هنا طبعا مش هستخدم، عشان يعني نقدر نمسك الميزة كويسة قوي في الفيديو، مش هستخدم الكريمة. انا هستخدم اكتر حاجة بتاخد معايا او معاكي وقت طويل في الخفق، اللي هي المارينجا او بياض البيض. تمام، ده اكتر حاجة بيحتاج وقت، عشان مش هنفصل مع بعض دلوقتي، معلش استحملوا الصوت دوت بس عشان نشوف ميزة الفيديو. انا هاخد البيض بتاع البيت بس. انا هعمل بيضتين اتنين. انا شخصيا حاليا في الوقت الحالي مش محتاجة بياض البيت في حاجة، انا بس عشان هعملهم عشان اوريك الفيديو. اوبس. طيب معلومة اضافية بقى، ثواني. طيب احاول اطلع الصفار قبل ما يدوب في البيض، عشان بس البيض يطلع مظبوط معايا. معلومه اضافيه بعيدا عن فكره الفيديو، عشان المرنج يطلع معاكي كويس لازم الحاجه اللي انت حطاها تكون ناشفه تماما، وفي نفس الوقت ما يقعش بياض البيض زي سوري صفار البيض زي ما حصل معايا دلوقتي. انا مش عارفه ده هيطلع مرنج مظبوط ولا لا. المهم هنشوف الفيديو دلوقتي. معلش انا اسفه مش هفصل الفيديو عشان خاطر يعني مصداقيه الفيديو كده، تشوفوا قد ايه هو بيخلص بسرعه. ده اذا خلص يعني مش عارفه هيطلع ناجح ولا لا، انه وقع فيه صفار، وللاسف دول كان اخر بيضتين عندي، فمش عارفه بقى هكمل الفيديو ولا ايه. المهم هنشتغل دلوقتي، وحاولي توطي التليفون بتاعك شوية لان انا مش هفصل والصوت هيبقى عالي جدا. نشوف مع بعض دلوقتي. بصي المرنج بتاعي بقى جاهز ازاي، شايفه؟ شايفه عديتي الوقت ما بين بدايه الشغل لحد ما خلصت، ما افتكرتش ان هو اخد اكتر من دقيقه، وكان جاهز معايا بالشكل اللي انت شايفاه دوت.
واساسا هو بياخد معايا والله العظيم يعني اما عملته قبل كده، بس المره دي عشان وقع معايا بياض بيض سوري اسفه الصفار بتاع البيض، فمتهيألي ان هو ما انجزش معايا كويس وما طلعش بالقوام اللي انا محتاجاه، بس هو في العاده بياخد معايا وقت اقل من كده، بس اهم حاجه ما توقعيش بياض البيض. المهم يا رب تكون الفكره وصلت، وبكده يكون خلصت حلقه النهارده. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، واتمنى ان انا اكون قدمت لكم معلومه مفيده، واشوفكم في فيديو جديد باذن الله. السلام عليكم.